في عام 1918 ولد الشيخ زايد. في عام 1923 بدأ دراسة القرآن والحديث. في عام 1946 تولى حكم مدينة العلم. في عام 1959 افتتح أول مدرسة. في عام 1968 انتهت فكرة الاتحاد. في عام 1971 أعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. في عام 1972 انتخب رئيسا وقائدا للقوات المسلحة. في عام 1981 كان رئيسا لمجلس التعاون الخليجي. في عام 2004 19 رمضان فاضت روحه إلى باريا. هاشتاج ما لا نعرفه عن زايد. هاشتاج عام زايد. هاشتاج مئوية زايد. هاشتاج زايد الخير. هاشتاج مدارس اليونسكو الإمارات.